مرحبا. مثل ما متعودين على مؤسسة مريم، التجدد هو عنوانها، والتميز أمر أساسي بمسيرتنا. مريم تي في مشروع انطلق من حاجة لتوقف العالم بسبب فيروس كورونا، ومن خلاله بدلنا مؤتمرات ومحاضرات مريم لأنها توصل إلكم داخل شاشة التليفون أو عبر التلفزيون لبيوتكم وأماكن عملكم. بتقديمي لهالمشروع مش عم باخد دور المقدم، بالعكس عم نعكس للجمهور حوار بين أصدقاء وزملاء في مريم لنقدر نوصلكم الرسالة بشكل مهني مظبوط. اليوم بعد سنة بسعدني وبكل فخر أعلن استمرار مريم تي في للجزء الثاني بحلة جديدة، مواضيع جديدة، واللي بعرف مريم بعرف إنه نشتغل على الجودة، نشتغل على الهدف الصغير قبل الكبير. إحنا منأثر بدون ما نركز على الأعداد والأرقام، إحنا منأثر في كل إنسان، لأن المواضيع اللي تطرح هون هي المواضيع العميقة مش اللي بتعمل ترويج أكبر. تابعونا بحلقات جديدة مع مؤثرين حقيقيين وأشخاص ملهمين من عالمنا ومسيرتنا في كل حلقة تبث على قنوات مؤسسة مريم في السوشيال ميديا والعديد من صفحات القنوات المسجلة. تابعونا وشكرا لكم.